اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. النهارده هنتكلم عن تين تايتنز. بما ان ليهم مسلسل شغال دي سي عملته اسمه تايتنز، مبدئيا من اسمهم كده تين تايتنز يعني شباب مراهق. الناس دي عملت فرقه، جمعوا مع بعض عملوا فرقه بقت زي جاستس ليج على صغير. هما ناس سايد كيكس. طب يعني ايه سايد كيكس؟ سايد كيك ده اللي هو لما البطل بيبتدي حياته بيكون مع بطل اكبر منه، بيقعد يرشده ويقول له ازاي يكافح الجريمه. علاقه الناس دي بعد كده بالمنتور او الهيرو بتاعه بعد كده بتتوتر، بيقول له انا مش اقل منك، انا شريكك، ما تعملنيش كده، نص نجاحاتك دي انا السبب فيها. وغالبا في الاخر علاقتهم بتنتهي باسلوب مش كويس. الناس دي اتجمعت وسنه 1964 في سلسله قصص ذا بريف اند ذا بولد اتجمعوا وعملوا الفرق. الناس دي كانوا روبن دي جريسون وكيت فلاش اللي هو وولي ويست واكوالاد اللي هو جارس، وبعد كده انضم لهم وندر جيرل اللي هي دونا تروي وبامبل بي واكوا جيرل وسبيدي اللي هو روي هايبر وهوكان دوف. في الثمانينات دي سي ابتدت تهتم بالتايتنز وخلتهم علامه رئيسيه في الكوميكس بتاعها، بقى ليهم سلسله اعداد خاصه بيهم. كبروا الأعمار شوية ونضم لهم ناس زي سايبورغ وستار فاير وريفن والعضو السابق لفرقة دوم باترول بيست بوي. ليهم قصة اسمها ذا جودس كونتراكت، فيهم انضمت لهم واحدة اسمها ثيرا وبعدين بعتهم من الخاطر ديس ستروك، وفي فيلم انيميشن بالاسم ده. مرور الوقت الفريق ابتدى يكبر، انضم لهم سوبر جيرل وبلو بيتل رافيجر وميس مارشن وروبن الجديد تيم دريك وكيت فلاش اللي هو بارت ألان، وانضم لهم كمان وندر جيرل 2 اللي هي كيسي. وديك جريسون كبر وبقى اسمه نايت وين وبقى هو اللي بيقود الفريق. في 2016 في احداث قصة ريبيرث حصل خلاف جوه الفريق وبقى في فريقين، واحد اسمه تايتنز بقيادة نايت وين اللي هو ديك جريسون ومعاه فلاش وولي ويست، ايوه وولي ويست بقى فلاش، ومعاه بامبل بي ومعاه ارسنال ومعاه دونا تروي. والفريق الثاني اسمه تين تايتنز بقياده داميان وين روبن الجديد ابن بروس وين باتمان ومعاه ستار فاير وريفن وبيست بوي ومعاه كيت فلاش وولي ويست 2 ومعاه كمان اكوالاد جاكسون هايت ومعاه العضو المؤقت سوبر بوي جوناثان كنت ابن سوبرمان. في مسلسل انيميشن اتعمل في الالفينات جامد جدا اسمه تين تايتن، وبعد كده اتعمل مسلسل ثاني اسمه تين تايتنز جو، ومؤخرا اتعمل مسلسل احسنهم خالص اسمه يانج جاستس. يانج جاستس ده جابوا كل الهيروز اللي ممكن يكونوا اتكتبوا في تاريخ دي سي وكل الفيلنز، اتعمل منه موسمين. الموسم الثالث هيبقى في شهر يناير 2019، انصح بمشاهدته، هو مسلسل قوي جدا. دلوقتي هنتكلم عن اربع شخصيات من تين تايتنز، ودول اصلا اللي المسلسل معتمد عليهم. الشخصيه الاولى ديك جريسون، روبن الاولاني، كان في عيله اسمها ذا فلاينج جريسونز شغالين في السر، وبعدين اتقتلوا من قبل زعيم مافيا. بروس وين اتبنى ديك وبعد كده شاف ان انسب طريقه ان هو يحتوي غضبه ان هو يخليه يحارب مع الجريمه. ديك جريسون زي ما عرفنا بقى اسمه نايت وينج، انفصل عن باتمان وبقى مسؤول عن مدينة بلود هوفن، هو خبير في الفنون القتالية وخبير استراتيجي. باتمان بيعتبره ابنه، ولما فعلا ديك جريسون مات في قصة انجاستس باتمان قال انا النهاردة ابني مات. اضطر احيانا يلبس عباءة باتمان لما بروس وين اختفى عشان هو عنده مقولة ان جوسم دايما محتاجة باتمان. تاني حد هو ستار فاير، دي اميرة اسمها كوري، اميرة كوكب اسمه تمران في مجموعة كواكب فيجا. هي كانت ولي العهد بتاعت الكوكب دي، دور عليها انها تحقتها بلاك فاير ضغطت منها، بلغت كل معلومات الكوكب الدفاعية لكوكب معادي، وبالفعل الكوكب ده عمر كوكب ستار فاير اصروها، وبعد كده هي هربت واخدت سفينه وطلعت على الارض وبقيت مع تين تايتنز. هي سمت نفسها كوري اندرس واشتغلت موديل، هي قدراتها انها بتعرف تمتص الاشعه الفوق بنفسجيه بتحولها طاقه صافيه وده بيخليها تطير بسرعه فوق السوق، واحيانا ده بيخليها برضو انها تطلب الاشعه دي من ايديها. ثالث حد ريفن، بنت شيطان اسمه ترايجون، عايز يستولى على الارض وعلى طول عايز يغزو الارض باستمرار. الاسم الارضي بتاعها ريتشل روز، بس ريتشل بمساعده اصدقائها من تين تايتنز على طول بيعرفوا يغلبوا ابوها وبيمنعوه ان هو يجي الارض، بس هو احيانا بيعرف يسيطر عليها وبيخليها تسمع كلامه. ريتشل بتعرف تتحكم في روحها، تروح اماكن بعيده عنها، تبقى عينيها وودانها تستكشف بيها، وهي برضو عندها قدره انها تسيطر على اشكال الطاقه السحريه المختلفه. رابع واحد بيست بوي، ولد اسمه جارفيلد لوجان، الولد ده ابوه وامه علماء كانوا في افريقيا وحصل وباء، الوباء ده قاتل لكل المخلوقات بس في نوع واحد بس بيصمد قدامه وهو القرد الاخضر الغرب افريقي. ابوه اداله ماسك مش متجرب وحوله القرد ده لمده 24 ساعه. بعد ما ال 24 ساعه دي خلصت جارفيلد اكتشف ان هو عينه لونها اتغير، شعره، جلده، وبقى من ساعتها يقدر يتحول لاي مخلوق من المملكه الحيوانيه. جارفيلد انضم بعد كده لدوم باترول وبعد كده انضم لتين تايتن. دي نبذه سريعه عن الاربعه الاساسيين اللي معتمد عليهم مسلسل تايتنز، وفي ناس كتير زي ما احنا قلنا بس المسلسل معتمد على الاربع شخصيات دول. الحلقه الجايه هنتكلم عن حاجه تانية في دي سي. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتناقش معايا في الكومنتس انت عايزنا نتناقش في ايه في الحلقات الجايه.